يقول السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. يقول: من حلف بالطلاق هل يعد هذا مشركا؟ المراد بحلف بالطلاق أنه علق شيئا عليه، قال إن حصل كذا فامرأته طالق، ما قال والطلاق أو بالطلاق، ما قال كذا، حروف القسم ما جاءت فيه، إنما أنه جرى مجرى القسم وإن لم يكن قسما. نعم.